السلام عليكم ورحمه الله. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معايا معلومه جديده ان شاء الله اليوم. سولني لواحد الصديق على واحد المعلومه مهمه جدا لاي واحد اللي كيعمل في هذا المجال هذا، على هذا الترونسفو المحول اللي كيحول لا تونسيون 220 فولت 12 فولت او 220 24. اذا كان عندي الترونسفو بحال هيدا مزيان خدام، ولكن كاين الريسك انني نعطيه 220 بالمقلوب. إذا الطريقة الصحيحة ديالو باش نعرف فين هي الدخلة 220 وفين هي الدخلة الخارجة ديال 12 فولت، هي كنستعملو جهاز الميتيميتر وكنعبروه بحال واحد ريزيستونس. الطريقة هي هادي. فإذا خديت هاد الترونسفو هذا مثلا كما كتشوفو هنايا، هذا كيحول لاطونسيون 220 فولت ألتيرناتيف 18 فولت ألتيرناتيف، ماشي كونتيني، ألتيرناتيف. الطريقه هي هذه. غالبا لي ترونسفو بحال هذا الشكل هذا كيكونوا مرشومين، كيكون فيهم واحد الريفيرونس. مثلا هنايا الدخله 220 فولت كاينه ب 7 و 1، والخارجه هنايا مثلا عند 18 فولت كاينه ب 13 و 9. بعض المرات ما كيكونوش باينين ديك الارقام، بحال دابا هنايا ماشي باين. اذا الطريقه الصحيحه ديالو باش نعبروا هي كالتالي. كناخذوا جهاز الملتيميتر وكنوضعوه في الوضعيه ديال الام، وكنعبروا لابوبين اللي كبيره. لابوبين اللي كبيره، العبر اللي كبير هي ديال 220 فولت، ولابوبين اللي كتعطي العبر قليل صغير هي كتكون ديال الخارجه ديال 18 فولت او ديال 12 فولت. بحال دابا هنايا غادي نعبروا هذه، غتعطيني هنايا 3.4 اوم. 3.4 اوم ريزيستونس صغيره بزاف، هذه ما نقدرش ندخلوا فيها 220 فولت. إذا لاحظنا لابوبين الثانية غتعطيني 252 180. إذا الدخلة 220 فولت كتكون في العبار في الريزيستونس اللي كتعطينا لا ريزيستونس كبيرة. إذا الدخلة غتكون 220 فولت هي هادي. والطريقة الأخرى، إلا ما كنتش كتوفر على جهاز الميتيميتر، تقدر تعرفوا إذا قدرتي تفتح له هاد الميكام هنايا بحال دابا هذا محلول. الطريقه ديالو هي هذه سهله. الا لاحظتوا هنايا السلك هنايا هذا الديامتر ديالو غليط، وهذا السلك ديال الديامتر ديالو رقيق كما كتلاحظوا هيدا. اذا السلك اللي الديامتر ديالو رقيق دائما كيكون هو البوبين ديال 220 فولت، وياخر بالعكس كيكون هو لا سورسي، اما 12 فولت ولا 6 فولت ولا 18 فولت ولا. وفي الاخير هذا طول النوع ديال الترانسفورم اللي كيسحرقوا وكتجي تعبر البريمير، يعني البوبينه ديال البريمير اللي كندخلوا فيها 220 فولت كتلقاها مقطعه، اولا كتلقى واحد ريزيستونس كبيره ديال ميغا اوم ولا 200 كيلو 300 كيلو اوم، هي ما عمرها كتوصل لهاد الريزيستونس هادي، كتكون ديك الساعه مقطعه وكتخصو يتبدل. هادي اذا ما كانش فيها البوسيبل تيرميك بحال اللي كاين ديك لي ترونسفور ديال برودوي دو فيديو اللي شفنا. هادي اذا لاحظتوا ما فيهاش ديك البوسيبل تيرميك يعني ديريكتومون، وبالتالي كخصو يتبدل. السلام عليكم ورحمة الله، ما تنساوش تعملوا شي لايك وشكرا.